أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأيام. أرحب بضيوفي أيضا الباحث الاستراتيجي والمتحدث باسم حزب اقتدار أستاذ نسيم عبد الله، مرحبا بحضرتك. حياكم الله بجنابك. والمستشار القانوني والباحث بالعمليات والحرب النفسية الأستاذ سالم حواس الساعدي، مرحبا بجنابك، أهلا بحضرتك. وأيضا عبر سكايب العميد بهاء جلال الدين الخبير العسكري الذي نتأمل أن ينضم معنا بعد قليل. إذن مشاهدينا، نفتتح حلقتنا وإياكم بتقرير إنفوغراف عن الحروب النفسية وتأثيرها على المعارك وكيف تهدف إلى فرض سيطرة معنوية على الخصم. نتابع. أجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام وبضيوفي أيضا. أستاذ نسيم، أبدأ مع حضرتك الهدهد بحلقة الثالثة. أي رسائل أرسلت المقاومة للعدو الصهيوني وما تأثير هذه الرسائل تحديدا على نفسية العدو؟ تفضل. في البداية تحية لحضرتك أستاذ، والتحية لضيوفك الكرام، والتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد الحرب النفسية أو الحرب المعنوية اللي نسميها أحيانا هي جزء أساسي من كل المعارك. ما يقدم حزب الله حقيقة يعني نموذج رائع في بالتحديد في هذا الجانب. احنا شاهدنا في عام 2006 عندما كان هنالك كلام وخطب للسيد نصر الله رحمة الله عليه، نعم، كان في كل يوم وكل خطاب هو يقطع يعني جزء او ينهي جزء من المعركة. واعتقد كل ما يعرضه حاليا اعلام حزب الله، الأخوة موفقين في هذا الطرح، وأعتقد كل ما يقدم الآن هي جزء أساسي من المعركة. لكن في نفس الوقت احنا اليوم نشاهد، يعني أنا أكو صفحات ما يعني ما عندي ولا مشارك ما موجود عندي، نعم، على التويتر. زين، احنا حاليا جايجين إعلام آخر مضاد، بالتالي العدو الصهيوني شعر بقيمة الحرب النفسية. وأعتقد اليوم ما نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الافتراضي هو خير دليل على أن الإعلام والحرب النفسية جزء أساسي من المعركة. لكن لحد الآن الأخوة في حزب الله وإعلام المقاومة حقيقة صامد وقادر على أن يقدم نموذج رائع في هذه المعركة. الحروب الحديثة تعتمد كثيرا الآن على الحرب النفسية. أريد اليوم فد تفسير واقعي على أرض الميدان، شلون ممكن أن نستطيع أن نستغل هذا الجانب ونؤثر على العدو بالحرب النفسية؟ يعني احنا اليوم نشاهد الكيان الصهيوني في إعلامه، هم يعني قاطعين شوط كبير في مسألة الحرب النفسية، يحاولون أن يعطون صورة على أن استشهاد سماحة السيد هو بمثابة نهاية المعركة. لكن حقيقة الأمر اليوم اللي نشاهده وما يقدمه حزب الله حقيقة نموذج رائع للمواجهة. احنا يمكن في كل الحروب شاهدنا، يمكن حتى في الحرب العالميه الثانيه كان يسمى الطابور الخامس او شيء من هذا القبيل، نعم، نشاهد بان العامل النفسي له دور كبير في المعارك. واعتقد اليوم بامكانيات الكيان الصهيوني واعلام الغرب كله غير قادر على ان يحقق النصر النهائي. انا اعتقد اليوم الاخوه في محور المقاومة حقيقة قدموا نموذج رائع لمواجهة مثل هكذا تحديات. أحسنت أستاذ سالم. الحرب النفسية وأهميتها في الحروب الحديثة، ربما العدو اعتمد كثيرا واستخدم كثيرا الحرب النفسية والإشاعة والإعلام والإعلان والتضخيم والتهويل، ومن ضمنها حتى القبة الحديدية اللي كان يروج لها بأنها الدرع الذي لا يقهر والكثير من الأمور. أريد بداية نتحدث عن أهمية هذه الحرب وتأثيرها على نتائج المعارك في أرض الميدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك حبيبي وشكرا للجمهور الكريم ولقناة الأيام ولضيفيك الكريمين. أهلا بحضرتك. في البداية حقيقة هناك تفرقة مهمة جدا بين الحرب النفسية والعمليات النفسية، كلاهما يلتقي في الأهداف، لكن الحرب النفسية هي مصطلح باستخدام الأساليب والوسائل الدعائية لإسقاط معنويات الخصم ومكانها الحرب. أما العمليات النفسية فتستخدم في السلمي والحرب وهي أوسع. جيد. فكل عمليات نفسية هي حرب نفسية، وليس كل حرب نفسية هي عمليات نفسية. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني اليوم منذ سنوات العالم في حرب باردة، قد تسمى حرب الأفكار أو الحرب الباردة أو يعني ما شئت من تسميات. الحرب النفسية أكثر تأثيراً من حرب الصواريخ والقنابل والرشاشات بصراحة. يعني لو نستعرض تاريخياً من أرسطو ومن سقراط إلى يومنا، هذا أكثر تأثيراً حتى على نتائج الحروب في الميدان. حتماً بدليل كل قوانين العقوبات، ليس فقط قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 النافذ المعدل، تعاقب على الهلع والترويج والشائعات والطابور الخامس، يعني تصل عقوبتها للإعدام. يعني اليوم قانون العقوبات العراقي حافل بهذه النصوص، المواد من 156 والحد 190 متعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي التي تعاقب على جرائم الحرب النفسية، ومن المادة 191-222 المتعلقة بالجرائم أمن الدولة الداخلي. نعم. فالحرب النفسية حقيقة حرب إسقاطية خطيرة جدا. أنا أعتقد أكو سؤال سألت جناب الدكتور، يعني على أرض الواقع كأنما نقول ما هي مصادق الحرب النفسية؟ بصراحة الجمهورية الإسلامية في إيران أعتقد نجحت بشكل كبير جدا في موضوع الحرب النفسية، بدليل تداولنا من خلال الشبكات العنكبوتية. نعم. لماذا التأخر في الرد في موضوع مقتل إسماعيل هنيه أو الشبهات التي أثيرت حول مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟ نعم. رحمة الله عليه. هذا النفس الطويل الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية مع أذرع المقاومة المنتشرة في أرجاء المعمورة ومن ضمنها الأخوة في فلسطين وفي لبنان، يتمتعون بشكل، أنا تقديري للموقف وقراءتي للموقف يعني القانوني والنفسي والعسكري، يتمتعون بخطط راقية جدا وواعية جدا في موضوع استخدام العمليات النفسية. ولو تستعرض يعني إن أذنت لي بدقيقة أو أكثر، يعني اليوم حتى الحرب العراقية الإيرانية في أيام النظام البائد استخدم موضوع صور من المعركة، واعتقد كان أحد الشعراء الفلسطينيين هو الذي يقدم الفويز في هذا الموضوع. يمكن إذا كان هناك قتلى 10 من الجانب الإيراني يأخذهم بزوايا متعددة ليظهرهم أكثر من 1000 قتيل، وهذه حرب نفسية. هاي هذا جانب من الجوانب. سعيد الصحاف يعني أعتقد يمكن ألفوا بحق كتب في موضوع يعني كذب كذب حتى يصدق، كما نعم. قال غوبلز الألماني وزير الدعاية الهتلري، أو كذب كذب حتى تصدق نفسك. هذه الوسائل بصراحة وسائل خطيرة جدا، وهي أخطر من السيف وأخطر من الرصاصة وأخطر من المدفع. الأهداف أو أذرع أو نشاطات العمليات النفسية والحرب النفسية كثيرة، منها المقاطعة الاقتصادية. اليوم يحطموك اقتصاديا. إذا نريد نتحدث بأساليبها، لا تسمح لي بعد أن انتقل إلى العميد بهاء جلال الدين الخبير العسكري من بيروت، ورحب بحضرتك والحمد لله على سلامتك. حسب ما وصلني خبر أنه قريب من منزل حضرتك تعرض لهجوم قبل قليل. الحمد لله على سلامتك. مساء الخير، تحياتي وشكرا، اشكرك حبيب القلب. ان شاء الله نبقى نحن وياكم بألف خير. بس تنويه خاص، العميد بهاء حلال. بهاء حلال، اهلا وسهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني اسالك عن
أنه هل نحن أمام مرحلة جديدة يدشنها حزب الله من خلال عملية الهدهد الثالثة؟ وأيضا أسألك عن تأثير الحرب النفسية، ربما العدو الآن يستخدم حتى عملية الاغتيالات هي تكون من ضمن الحرب النفسية، والغاية منها التأثير على نفسية ومعنويات أبناء المقاومة في لبنان وفلسطين وبقية الدول الإسلامية. أنا أوافقك الرأي صديقي وسيدي الكريم، طبعا عمليات الاغتيال هي إضافة إلى الأثر الجرمي للعدو وللآثار القاتلة للعدوان، هو هناك الأثر النفسي الذي يهدف إليه العدو من خلال هذه العمليات، والتي هي عمليات يريد أن يعتبر هو أنه قادر أن يصل إلى أي شخصية أو يصل إلى الأماكن السكنية فيضرب المواطنين الآمنين، مما يجعلهم في حالة صدمة وترويع، وهذا الذي هو يريده حتى تصاب هذه البيئة الحاضنة وهذا الشعب وهؤلاء المواطنين بما يسمى الانهيار الإدراكي. وطبعا أنا لست خبيرا في الحرب النفسية، لكن أنا أعلم من خلال عملي العسكري التي كنت فيه سابقا أن الحرب النفسية هي الحرب التي تسبق أولا الحروب العادية في الميدان، ويمكن أن تصاحب العمليات العسكرية كونها هي لها الأثر الأساسي والفاعل الذي يستطيع في بعض الأحيان أن ينهي معركة. وكان العدو الإسرائيلي عمليا هدف بقيامه بضرب بتفجير البيجرز، هذه الجريمة الخبيثة، هو عمل استخباري صحيح، لكن يهدف أيضا إلى موضوع ضرب الحالة النفسية لدى المواطنين وإزاعة عدم الثقة ما بين المواطنين والبيئة المقاومة وشعب المقاومة والمقاومة، وبالتالي ضرب إرادة القتال التي هي تنطلق من مفهوم الثقة بالنفس، وهي بالتالي تتعلق بالحرب النفسية. لا شك أن المقاومة ترد بنفس الإطار، وهي قادرة على رد الصاع صاعين، حيث أنها استطاعت بعد كل هذه الضربات الموجعة، ولكنها ليست قاضية الحمد لله، التي قامت عادت إلى منظومة سيطرتها وقيادتها، ومنظومة القيادة والسيطرة عادت تعمل كما كانت وهي في تحسن مستمر. وبالتالي البارحة شاهدنا الهدهد 3 مع السلسلة التي تتالت مع واحد هدهد 1 وهدهد 2، وقامت هذه الهدهد 3 التي شنت فيما يسمى الحرب النفسية، أعطت رسائل أساسية أو أرسلت رسائل أساسية فعالة للعدو. واحد هي أتت في توقيت حساس وفي توقيت خطر جدا، وأوصلت رسالة أن المنظومة الاستخبارية للمقاومة عادت تعمل كما كانت، وهي قادرة على الوصول إلى أي مركز أو قاعدة. سيادة العميد، من ضمن هذه العملية هناك صور يعني نشرتها المقاومة لأماكن استراتيجية وعسكرية واقتصادية مهمة داخل الكيان الصهيوني من خلال الهدهد. كيف يؤثر هذا الأمر نفسيا على معنويات العدو؟ هذا ما أقوله، هذه الرسائل تؤكدها عبر الصور للقواعد العسكرية وللمراكز الصناعية والتجارية والقواعد الاستراتيجية الموجودة في حيفا وفي الكرمل حتى، وقد أكدت هذه المسيرة أو هذه الصور أو هذه الرسائل النفسية المربوطة بنتائج عملانية فيما بعد، أنها هي من سيرسم المعادلات وإعادة رسم المعادلات الردعية إن شاء الله. ربما البعض يحتاج إلى تفسير عسكري ويقول لك ما هي الغاية من نشر هذه الصور وتأثيرها عسكريا وحتى على الداخل، داخل الكيان الصهيوني، شنو تأثيرها؟ مجرد صور، البعض ربما لا يعي أهمية هذه الصور. صديقي، فيما لو المقاومة نشرت صور من دون أن تحدد قطوع ونظيم، يعني إكس واي، كنا قلنا أنها قد استطاعت أن جلبت هذه الصور أساسا من جوجل، لكن نعم. المقاومة نشرت صورا شرحت فيها ماهية هذه القاعدة
ماذا تعمل؟ أين غرفة القيادة؟ أين هي الأسلحة؟ أين مخازن الأسلحة؟ أين ما قيمة هذه القاعدة؟ ما هي تقاطع وجودها؟ ونشرت أيضا ما هي مهمتها؟ وأيضا وصفت القواعد العسكرية والقواعد الاستراتيجية. والأهم من ذلك، هذا الموضوع يؤشر عسكريا إلى إرساله إلى المستوطنين والصهاينة الموجودين في محيط هذه القواعد أنهم مستهدفون، وأنهم بالتالي سيتركون مناطقهم كما تركوا مناطق الشمال، الذي يريد عبر عمليته العدوانية نتنياهو أن يعيد هؤلاء السكان إلى هذه المناطق. فأنا أعتقد وأجزم أن مثل هذه الرسائل المقرونة فيما بعد بتدرج استعمال الصواريخ التي باتت تتساقط حتى حيفا وما بعد حيفا، ستكون هي الرسالة الأكبر، والتأثير النفسي يبدأ بنشر الهدف والشرح عنه وطبيعة ولما استهدافه، وبالتالي من بعد ذلك القيام باستهدافه عبر الصواريخ الموجود. جيد، إذا تسمح لي أستاذ نسيم، الرد الإيراني وإصابة الأهداف بدقة ومعرفة المواقع العسكرية والاقتصادية المهمة كانت رسائل خطيرة للكيان الصهيوني، وأيضا اليوم الصور التي نشرتها المقاومة وتحديدا حزب الله من خلال هذه العمليات أيضا ربما تعطي رسائل كبيرة وخطيرة جدا للكيان، وهي رسائل أنه نستطيع أن نصل إلى أي مكان نريد. كيف يؤثر هذا على نفسية العدو وزعزعة الاستقرار داخل الكيان الصهيوني؟ طبعا الكيان الصهيوني يتبجح على أنه هو يعني لديه القدرة الكاملة، لديه القدرة التقنية اللي قادر على الوصول إلى أي مكان. مثل ما تفضل جناب اللواء، فعلا اليوم هدهد 3 هو أعطانا دليل على أن المنظومة الاستخباراتية لا تزال تعمل لدى الأخوة في حزب الله ولدى الأخوة في الجمهورية الإسلامية. بالنتيجة أعتقد هذا خير دليل على أن هذه المنظومة لديها المعلومات الكاملة، وبالتالي هذا راح يتوفر كبنك من المعلومات للجمهور الإسلامي في حال لا سمح الله تم الاعتداء عليها مرة أخرى. مو فقط هذا، الجناب الساسان قبل شوية تطرق إلى قضية الحرب الناعمة. احنا من حيث لا نشعر اليوم نشاهد وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم أبناء جلدتنا مع الأسف يحاولون أن يعطوهم صورة على أن دخول العراق ضمن محور المقاومة ودخول العراق ضمن هذا المحور قد يعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية وما إلى ذلك. احنا يعني نشاهد جزء من هذا الموضوع احنا جاي نتعرض إليه. طبعا قبل تقريبا بحدود 4-5 سنوات أنا كنت داخل في أحد دول الجوار وتم التطرق إلى قضية تغيير الرأي العام. نعم. كان الحديث على أنه أكثر وسيلة تواصل الاجتماعي العراقي يستخدمها هو الفيسبوك. تمام. صح. وفعلا احنا شاهدنا بعام 2019 استخدمت الدول الأخرى اللي يهمها أن يتغير الرأي العام استخدمت الفيسبوك لتغيير الرأي العام. لكن سبحان من الله. وسائل غسيل الدماغ. فعلا فعلا. لكن سبحان الله. نعم. يعني بعد الضربة الإيرانية إلى الكيان الصهيوني تغير المعادلة. المعادلة كلها تغيرت. أنا عندي تقريبا أكثر من 5000 صديق على صفحتي، الكل مخلي صورة السيد الولي أو صورة السيد نصر الله رحمة الله عليه. بالنتيجة أنا أقول إش قد ما يعني لديهم القدرة والتقنية على أن يحاولوا أن يغيروا التوازن داخل المجتمع العراقي. أنا أقول محور المقاومة اليوم لديه الكثير، وأعتقد الأخوة يعني لديهم الخبرة الكاملة على أن إدارة الموضوع في صالحنا. أنا أعتقد مثل ما تفضل أستاذ سالم، الأخوة في الجمهورية الإسلامية والأخوة داخل محور المقاومة لديهم القدرة الكاملة على أن يعطوا رسائل على أننا لا نزال موجودين ونحن قادرين على الصمود أمام هذه التحديات. تهديد الحرب النفسية يعني يعني بالإضافة إلى التأثير العسكري على أرض الميدان، لكن له تأثيرات أخرى. إذا نتحدث عن التأثير الاقتصادي، اليوم رؤوس الأموال بدأت تغادر الكيان الصهيوني وكثيرا، وتعرف رأس المال جبان، الكثير من المستوطنين ربما بدأوا يرون أنه هذا المكان لا يعد مكانا صالحا لأبنائهم، وكيف سيؤمنون على مستقبل أبنائهم، وبالتالي قرروا مغادرة هذه الرقعة الجغرافية. إذن تأثير هذه الحرب على مستويات أخرى كيف أيضا يؤثر على الوضع بشكل عام؟ أنت تعرف الكيان الصهيوني منذ عام تقريبا ولحد الآن أكثر من 60 مليار
الخسائر الاقتصادية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني انخفض من A بلس إلى A، وهذا إلى مردود الاقتصادي. نعم. بتاريخ الكيان الصهيوني منذ التأسيس ولحد الآن ما شهد هجرة من الكيان الصهيوني إلى خارج. اليوم تقريبا منذ عام ولحد الآن أكثر من 90,000 مهاجر هاجر من فلسطين إلى بقية العالم. هذا أعتقد يعني ما أجا من فراغ، أجا من حالة من القناعة على أن هذه المنطقة لن تستقر. وأعتقد يعني ولو يعني الكيان الصهيوني في حرب هذا يحاول أن يعطي صورة على أنها هي حرب وجود. نعم. أكون أو لا أكون، لكن أنا أعتقد جزء من هذا الموضوع هو جانب اقتصادي. اليوم الكيان الصهيوني يعتقد بوجود حزب الله هو تهديد إلى يعني تهديد في مسألة الوجود، وبالتالي إحنا نشاهد نتنياهو يحاول بشتى الوسائل إضعاف هذه الورقة من أجل استخدامها. نعم. أستاذ سالم، هذا التهديد اللي اليوم يشعر به الكيان الصهيوني والمستوطنين في هذه الرقعة، شلون نشوف اليوم الكيان متزعزع من الداخل؟ شلون نشوف تأثير هذا التهديد على الوضع الاقتصادي وحتى الوضع الاجتماعي من غير الوضع العسكري؟ تمام، سؤال مهم جدا. طبعا قبل أيام تم نشر صورة سماحة السيد علي السيستاني. نعم. المرجع دام ظله. طبعا هذه صورة مهمة وخطيرة جدا من الحرب النفسية، باعتبار أنه كان صورته من ضمن المستهدفين مستقبلا. طبعا هذا بيها جس نبض، يعني أرادوا هم طبعا يعرفون مكان السيد السيستاني وقربه من جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم. وماذا يعني أمير المؤمنين بالنسبة يعني للمجموع الإسلامي حقيقة، لأن أمير المؤمنين هو ليس حكرا على الطائفة الشيعية، هو إمام المسلمين. نعم. هذه الصورة بصراحة هي ذكية جدا من جانب الكيان الصهيوني وغبية جدا. ذكية أرادت أن يعني الحصول على استبانة بصراحة. اليوم بالدراسات العليا يعني باحث في الماجستير أو الدكتوراه يحاول أن يحصل على استمارة استبيان ليعرف ردود الأفعال يعني العربية وبالذات يعني المحيط بالمنطقة. وغبية جدا إذا أقدمت، يعني أنا حقيقة يوم أمس كتبت بيان وتصريح إلى وكالة الأنباء نينا وتوزعت إلى وكالات الأنباء، طالبت من خلاله محاكم الدولية والمنظمات الدولية استنادا للعهد السياسي للحقوق المدنية 66 ومواثيق الأمم المتحدة بتجريم إسرائيل على هذا العمل، لأن هذا العمل حقيقة دنيء ويتعلق بموضوعة دولية وقانونية اسمها ازدراء الأديان. هذا التعرض بصراحة ينم، حتى عودا على سؤال جنابك قبل، أنه الواقع الصهيوني الواقع الإسرائيلي منخور نفسيا ومنهار نفسيا، بدليل الآن يبحث عن نقاط لإعادة مكانته النفسية في هذا بعد الوضع. هذا الاستهداف لسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني. نعم. محاولة استهداف، استهدافها. نعم. إعلاميا. نعم. يعني إذا طلعت حضرتك على تغريدة السفيرة الأمريكية اليوم. نعم. أنه تحدثت أنه أمريكا ترفض رفض واضح لأي مساس أو تهديد لسماحة المرجع الأعلى. شلون تشوف هل هناك ازدواجية في التعامل أم أنها بالفعل لديها موقف واضح منه؟ لا هذا مو ازدواجية، هو هذا تكتيك سياسي، لأنه الكل يعلم بالحقيقة يعني أمريكا وإسرائيل هو يعني وجهان لعملة واحدة. يعني اليوم مرة تظهر إسرائيل هي بالعلن وخلفها يعني الناتو والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وأمريكا، ومرة تظهر أمريكا هي بالوجه وخلفها يعني إسرائيل. في كلتا الحالتين أنا أعتقد هذا تكتيك سياسي، وأعتقد يمكن شاطرني جناب الدكتور، لكن أيضا يدخل ضمن العمليات النفسية. يعني اليوم أنا أقول من خلال نشر صورة سماحة المرجع هو كان استبيانا واضحا جيد، إذا ورفضا قاطعا إذا كان ووعيا كبيرا من المجتمع. الحقيقة أنا أشوف المجتمع الدولي حقيقة مو فقط المجتمع العراقي. إذا كان استبيان وإذا كان لمعرفة رد فعل الشارع الإسلامي والعربي والعراقي تحديدا، ماذا كانت نتائج هذا الاستبيان؟
الحقيقة يعني إذا أقدمت إسرائيل فيما لو يعني على فرض المحال، وفرض المحال ليس بمحال كما يقال، يعني هو موضوع انتحار بصراحة، يعني انتحار ونهاية إسرائيل بصراحة، بداية الزوال وبداية الزوال. لكن أنا كما قلت لك هذه بالون من بالونات العمليات النفسية والحرب النفسية. جيد، نرجع للموضوع، السؤال اللي سألتك حضرتك أنه التأثير اليوم، الكيان متزعزع من الداخل، شلون نشوف تأثير المقاومة وهذه الحرب، حرب الاستنزاف، تأثيرها اقتصاديا واجتماعيا على داخل الكيان؟ لو نلاحظ اكو تعبير عندنا يعني مثل دارج، يعني اوعدك بالوعد وازقيك يا كمون، اعتقد هذه مقتبسة من قضية سقراط وموضوع التنافس مع الطبيب المنافس إلى بحضرة الملك، وأراد أن يسم أحدهما الآخر، وبعدين تمكن سقراط من قتل موضوع دق هذا السائل بحجة هذا السم 40 يوما إلى أن مات هذا الرجل، يعني شرب مي طبيعي كل شيء ما بي، ومات تلقائيا من هول الصدمة والانفعال النفسي. وبعدين أثبت سقراط للملك وللحاضرين للجمهور، قال سأشرب من هذا الإناء الذي سقيته لخصمي، ويتبين أنه لا يحتوي على سم. هذا بصراحة يعني لو نستعرض، يعني حتى عود إلى مفصل السؤال المهم جدا، لو نستعرض العمليات النفسية منذ القدم مرورا بجنكيز خان وتيمور لانك وغوبلز، ويعني وصولا لل يعني إلى صدام حسين وإلى سعيد الصحاف، حتى بالقاعدة وحتى حتى الولايات المتحدة استخدمت هذا الأمر مع اليابان. إشارة مهمة يعني ذكرني بها جناب الدكتور، إحنا في عمليات يعني داعش، يعني عندنا العمليات النفسية والغرف، يعني غرف العمليات، ويعني أود أن أذكر حقيقة الأخ سعيد الجياشي وخلية الأزمة اليوم، حتى مستشارية الأمن القومي فتحت موضوع التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فتح دراسة خاصة في كلية الآداب قسم علم النفس جامعة بغداد والكليات الأخرى، اللي هو التخصص الدقيق العمليات النفسية للحصول على الماجستير من كل الاختصاصات. طبعا أنا أتمنى، وهذه دعوة مهمة جدا، أن يستثمر أو أن الحكومة العراقية تستثمر هذه الطاقات، يعني الخريجين في العمليات النفسية توزيعهم على المؤسسات الدولة، وتشكيل خلية أزمة مهمة جدا لمجابهة العدو. اليوم العدو أكو طابور خامس وسادس وسابع داخل العراق، وأكو عدو خارجي يعني حقيقي ومفترض. المفترض أحسنت السوشيال ميديا، أشار إلى جناب الدكتور موضوع الشبكة العنكبوتية، موضوع خطير جدا. يعني اليوم أني قد أكون يعني عندي تلقيح فكري وحصانة فكرية حافظ، بس اليوم عندنا أولادنا وشبابنا، ويعني هذه الأعمار الخطرة اللي يمكن في هذه قناعاتهم من الممكن أن تتغير بلحظة. حتما، يعني جناب الدكتور أشار إلى قضية مهمة جدا، أكو زعزعة بالوضع النفسي بعدم الرد الإيراني يمكن أكثر من شهر، صح. بعدين تغيرت المعادلة 180 درجة من خلال الرشقات الصاروخية. الجانب النفسي جدا مهم، الجانب التعبوي جدا مهم. لما أشوف اليوم الصهاينة خايفين ويشوفون الوضع أنه البقاء في هذا المكان غير مناسب لأولادهم ولا لأولاد أولادهم، إذا نتائج هذا الموضوع هذا ليست فقط آنية، نتائجها مستقبلية أيضا. حتما، لو معناها أنه العمليات النفسية والحرب النفسية اللي مارسها حزب الله ومارستها أطراف المقاومة والجمهورية الإسلامية والأذرع الأخرى يعني ناجحة، هذا مؤشر أنا في تقديري أعتبره مؤشر خطير ومهم وناجح. جيد أستاذ نسيم، التكتم الإعلامي اللي مارسه الكيان الصهيوني على أغلب أو كل العمليات العسكرية، حتى العمليات الرد الإيراني والعمليات المقاومة داخل، شنو أسباب هذا التكتم واستطاعت أن تنجح أو ينجح الكيان بهذا الموضوع، وما تأثيره؟ طبعا احنا شاهدنا، واعتقد يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هنالك تعليمات صدرت الى المواطنين الصهاينة على انه ضرورة عدم تصوير اي نتائج لهذه الصواريخ، لكن حقيقة الامر هي صورة بكاميرات قد تكون من جزء منها من داخل كيان الصهيونية، والجزء الاخر اعتقد صور
في الضفة الغربية. بالنتيجة صورت لكن بنسبة قليلة جدا. لا صورت يعني وقوحها بالنتيجة حققت الهدف، لكن قد تكون يعني ما تم تصوير مثل الخسائر حجم الضرر. أيوة حجم الضرر قد هذا صح تعتيم. هذا تعتيم، واعتقد هو ادراك من قبل الكيان الصهيوني بان هذا الجانب قد يكون له تاثير عليه، وبالتالي انا اعتقد يعني من حيث النتائج تم تحقيقها. الاخوه في الجمهوريه الاسلاميه حققوا الهدف، لا بل اعادوا قاعده التوازن يعني في المنطقه. قبل فترة كان الكيان الصهيوني يتبجح بأنه هو المتحكم في المنطقة، وإحنا شاهدنا هذا الكلام من خلال. أنا أتحدث عن أريد تأثير الخسائر في حال تم نشرها، شنو تأثيرها على الكيان الصهيوني؟ طبعاً لا هسه الكيان الصهيوني حجم الضرر هو أدركه، حتى الأفراد داخل الكيان الصهيوني أدركوا هذا الموضوع. ما يتعرض إلا الكيان الصهيوني من خسائر حقيقية، خسائر اقتصادية، وأنا قلت إلى قبل قليل يعني مجرد أن يتغير تصنيف الكيان الصهيوني من أي بلس إلى أي، هذا يعني بأن خسروا يعني كثير من المليارات، العشرات من المليارات. أنت تعرف الكيان الصهيوني يعني ما يقوم فيه من عمليات اقتصادية، ويعتمد كثيرا على الجانب الاقتصادي في الجانب الصناعية والزراعية داخل الكيان الصهيوني. هذا أعتقد أثر على الجانب الاقتصادي. اليوم حجم العمالة داخل فلسطين حجم عمالة قليل جدا، تعرف حضرتك كان في فترة من الفترات يستعينون بالعمالة من الفلسطيني، لكن الآن ما يتعاملون مع الفلسطيني، وبالتالي هذا المشهد أربك الاقتصاد داخل الكيان الصهيوني. بالنتيجة أنا أعتقد اليوم في كل الأحوال الكيان الصهيوني غير قادر على الصمود لفترة أطول. ما يصور يعني ما يعطى حاليا للإعلام الخارجي على أن هذا الكيان هو قادر على الصمود وقادر على المواجهة، لكن حقيقة الأمر الوضع الاقتصادي اليوم سيء جدا، الحال الواقع الاجتماعي سيء جدا. وأعتقد يمكن قبل يومين شاهدت بأن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأن الكيان الصهيوني طالب بأن تكون الدراسة دراسة إلكترونية، يعني ما في عندهم دوام حاليا، دوام المدارس أو المؤسسات التعليمية. هذا مؤشر على أن الكيان الصهيوني يعاني من أزمة داخلية. بالنتيجة أنا أقول لك قد يعني حجم التحدي الداخلي لحد الآن لم يصل إلينا. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا داعمة للكيان الصهيوني بحرب النفسية، والدليل خلال فترة قبل الرد الإيراني شفنا نشوف بالشرق الأوسط بارجات وحاملات طائرات والكثير من الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، لكنها انعكست سلبا بعد أن أصابت واستطاعت الجمهورية الإسلامية أن تصيب أهدافها بدقة دون أي رد ودون أي تصدي ولو بنسبة 5% للصواريخ الإيرانية. أنا عندي رأي، الولايات المتحدة حقيقة كثيرا ما تقدم الدعم على مستوى الأسلحة وعلى مستوى الدعم الحقيقي للكيان الصهيوني، لكن حقيقة الأمر الإدارة الأمريكية الآن محرجة، لأن تعرف حضرتك اليوم نتنياهو يحاول أن يحرج الديمقراطيين في مسألة يعني محاولة الضغط على في المنطقة أو محاولة يعني التصعيد في المنطقة محاولة منه حتى يدفع الجمهورية الإسلامية على استخدام القوة، وبالتالي يحرج الديمقراطيين، وهو بصالحه بأن يتفوق الجمهوريين على الديمقراطية، وبالتالي يحاول أن يغير الموازنة داخل الولايات المتحدة. لذلك احنا أعتقد بايدن الآن هو يعطيه دعم بيد واليد الأخرى يعني يطالب منه بأن ضرورة ألا تصعد في المنطقة. بالنتيجة أنا الولايات المتحدة من حيث المبدأ إذا ردنا نحسب هي واقفة بجانب الكيان الصهيوني، لكن أنا أقول لك على مستوى داخل الولايات المتحدة وداخل الإدارة الأمريكية أنا أقول لك هم يحاولون بشتى الوسائل من التخفيف في الأزمة وعلى الأقل كبح جماح نتنياهو في المنطقة. مو فقط الولايات المتحدة، اليوم حتى الغرب مع الأسف اليوم احنا نشاهد التظاهرات اللي تكون اللي يقوم بها الفلسطينيين العرب ما يقومون فيه في أوروبا، هنالك مواجهة، وكأن حقيقة العالم يعطينا رسالة على أن قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ما هي إلا كذبة انطوت علينا، واحنا كنا نعتقد بأن فعلا المجتمع الدولي لديه من النزاهة والقادرين على أن يقدموا نموذج آخر يمكن احنا مقنع بالنسبة لنا، لكن حقيقة الأمر من بعد ما شاهدناه في غزة وفي جنوب لبنان وطريقة التعامل مع أوكرانيا كل العالم شارك في قضية الدفاع عن أوكرانيا، بالتحديد الولايات المتحدة وأربوا لحد الآن زودهم بكافة الطائرات
والدبابات الحديثة، لكن في نفس الوقت هم يقدموا الدعم للكيان الصهيوني من أجل ضرب غزة وفي وجنوب لبنان. جيد، إذا تسمح لي أستاذ سالم، بعد سلسلة الاغتيالات اللي عمد إليها الكيان الصهيوني، بدأ الكيان بجنود الصهاينة وحتى الكثير من المسلمين والعرب مع الأسف إلى محاولة لزعزعة صفوف المقاومة وبث دعاية أن إيران تخلت عن المقاومة وربما باعتهم إلى الصهاينة ولم تدعمهم. هذا الأمر قبل الرد كان مؤثر حقيقة وجاء بنتائج عكسية، لكن ربما الرد فند هذا الأمر تماما وذهبت الجمهورية الإسلامية باتجاه إرسال وزير خارجيتها، ومن هناك من داخل لبنان صرح بأننا لن نتخلى عن المقاومة. كيف كان هذا الرد أو كيف استطاع أن يفند هذه الشائعات؟ تمام، هو هذا الفراغ أو التأخر في الرد الإيراني تم من خلال طرح مجموعة من التساؤلات بصراحة، على أساس أنها مسرحية، وتارة أخرى أنه اتفاق، وتارة أخرى عناوين كثيرة جدا. صح. لكن الرد الإيراني الحاسم وما يزال الحبل على الغارب كما يقال، أعتقد هشم هذه النظرية وهذه المعادلة. السبب أنه كما قلنا في ديباجة الحلقة أن نفس الجمهورية الإسلامية ونفس المقاومة والأذرع المنتشرة في المنطقة يمكن فسح المجال أمام طرح هكذا عناوين، موضوع يعني كما قلنا المسرحية أو الاتفاق. حتى قال كثير من الأشخاص يعني البعيدين عن العمل السياسي، قالوا طيب إذا كانت هناك مسرحية فكونوا أنتم المخرجين لها. يعني هذا الكلام حقيقة انعكس يعني سلبا وإيجابا على الداخل الإسرائيلي، وبالتالي أنا في تقديري المتواضع اليوم الحرب النفسية والعمليات النفسية يعني أثمرت كثيرا، وأقول يعني كما يقال ليس الشديد بالصرع إنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب، وهذه قاعدة ولائحة مهمة جدا في العمليات النفسية والحرب النفسية. المهم هو النتائج حقيقة. ما أريد قوله أن الجانب الإسرائيلي حقيقة من الداخل منخور تماما ومنهار، بدليل اليوم يعني موضوع المدارس والمعاهد والكليات أنا على يقين ستكون يعني 90% عبر السوشيال ميديا وعبر الانترنت ولم تكون صفية، وهذا مؤشر خطير ومهم جدا على أن الوضع النفسي والوضع العسكري في داخل إسرائيل هو متزعزع، وحقيقة يشوفه الكثير من التساؤلات على الصعيد السياسي والنفسي والقانوني. جيد، أستاذ سالم، بعض الأمور يتداولها ربما المحبين والداعمين للمقاومة ولخط الجمهورية الإسلامية، يوم يقال في بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشوف أكو ترويج أنه السيد حسن نصر الله حي يرزق. نعم، شنو تشوف هذا الموضوع؟ هل هو إيجابي أم سلبي؟ أنا في وجهة نظري أقول يعني هذا عملية إيجابية، وهو هذا أيضا يمكن ترويج أيضا من باب العمليات النفسية والحرب النفسية، لأنه حتى تقلق العدو، لأن إلى يومنا هذا لم تتم عملية التشيع، وهذه حقيقة مو احتباطية. يعني هذا أنا في تقدير يمكن شاطرني جناب دكتور، رسائل مهمة جدا تقلق العدو، وما يعرف الآن يعني ما هي الوضعية وما هي النتائج للضربة الصاروخية في الضاحية الجنوبية. اليوم هذا حتى أكو تشكيك في موضوع قاآن حقيقة. نعم، موضوع تشكيك بسيد صفي الدين. هذه من ضمن مجموعة العمليات النفسية ومن ضمن الحرب النفسية، أنا ما أوصفها بالسلبية، في تقديري أقول هذه أيضا رسائل إيجابية لها ثمار كثيرة تنعكس على الداخل الإسرائيلي. جيد، أستاذ نسيم، أسألك، أنه الجمهورية الإسلامية نجحت نجاح باهر في الحرب النفسية وجعلته ينتظر الرد الإيراني لفترات طويلة ولا يعرف متى يقصف وكيف سيقصف وبأي طريقة، ووفت بوعدها والتزمت به وردت.
هذه المصداقية ربما تجعل العدو يراقب ويحذر حذر شديد من الرد، عندما صرحت وقالت أنه أي هجوم وأي محاولة على الجمهورية الإسلامية ستقابل وأنه سنرد بطريقة أقوى وأقسى. هذا الرد وهذه المصداقية بالوعود وهذه الحرب والتوقيتات والكثير من الأمور، كيف تؤثر على سير المعركة في الشرق الأوسط؟ طبعا احنا دائما نسمع بأن الإعلام هو نصف المعركة. الأخوة في الجمهورية الإسلامية أداروا الموضوع إدارة صحيحة، يعني احنا شاهدنا في الضربة الأولى للكيان الصهيوني تم تقديم نوعية من السلاح، الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. نعم. اللي هي يعني كانت احنا نبحث عن النتائج، نتائج نتيجة الجمهورية الإسلامية وصلت وأعطت رسالة، هذه الرسالة وصلت للكيان الصهيوني. لكن في الضربة الثانية الجمهورية الإسلامية أعطت وقدمت نماذج من السلاح مختلفة. وأنا اليوم شاهدت تصريح لأحد المسؤولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية، قال في حال اعتداء الكيان الصهيوني سوف نقدم صواريخ مختلفة عن اللي تم قصف بها الكيان الصهيوني في المرة الثانية. بالنتيجة الجمهورية الإسلامية أولا صادقة في كلامها، والكيان الصهيوني يعرف بأن هذا الكلام صحيح. ما تريد أن توصله أوصلت الجمهورية الإسلامية. أيضا هذه الرسالة تجعل العدو بحيرة. هذه حقيقة، هذا يعني هذا دليل على أن إدارة الحرب النفسية الأخوة متفوقين وقادرين على تقديم النموذج الأفضل. وطبعا هو كيف ممكن يقدمون؟ الممكن هو بامتلاك الوسائل. انا يعني دائما ما ابحث، يعني احنا كثير ما يعني انت مثل طبيعه الاكل مرات لما نقدمه على 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 نار قويه هو يستوي لكن الطعم مالته مختلف. بس اذا انت بطريقه هادئه جدا تشوف الطعم مالته مختلف عن الطريقه الاولى. بالنتيجة النتائج الحرب النفسية كل ما تكون بطريقة هادئة كل ما النتائج تكون أعظم. احنا شاهدنا قبل فترة لما استشهد هنية في الجمهورية الإسلامية، احنا نشاهد المسؤولين الناس داخل الكيان الصهيوني على أنه احنا نريد نضرب، يعني ما شايف أنا مواطن يبقى يقول يابا احنا نريد نضرب حتى نخلص. صح. الجمهورية الإسلامية استخدمت طريقة يعني صراحة يعني أربكت المشهد الاقتصادي والاجتماعي والعسكري داخل الكيان الصهيوني. لكن إذا نبحث هل إن الجمهورية حققت النصر، أنا أقول لك نفسيا حققت النصر وقدرت واستطاعت أن تقدم نموذج مختلف عن اللي قدم الكيان الصهيوني في تعامله في المنطقة. أحسنت أستاذ سالم. حزب الله لم يتزعزع رغم اغتيال السيد حسن نصر الله شهيد المقاومة. يعني هذا التماسك السريع في صفوف أبناء المقاومة والرد بهذه الطريقة واستطاع أن يرد العدو من الاجتياح البري والكثير من الأمور، كيف ينعكس إيجابا على معنويات المقاومة في لبنان؟ طبعا انت تلاحظ الايات القرانيه مو افهم مات او قتل انقلبتم على الى اخر النص. اليوم يعني حقيقه كل الرسالات السماويه وكل اهداف المقاومه المشروعه النبيله هي ما مرتبطه باشخاص بقدر ما هي مرتبطه بمشروع واهداف. نعم. حتى وان كان تشكل هذه الرمزيه الأثر الكبير والبالغ، طبعا أكيد ثلمة هي في هذا الحزب، لكن قد تزيد مو يعني ليس قد يعني أكيد يعني تزيد هذا الحزب إصرار وعنفوان وكبرياء وتواصل في العملية الجهادية. الاتجاه الآخر بالمفهوم النفسي بالنسبة للخصم قد يعده انكسارا، وهو حقيقة ليس انكسارا، لأنه إذا كان العدو أو الخصم يعده انكسارا أو انهزاما أعتقد يعده الفريق الآخر هو إيثارا ودافعا معنويا وماديا لتحقيق الأهداف. وبالتالي أنا في تقديري
كل القادة هم مشروع استشهاد. وأنا في تقديري أنه أبناء المقاومة هم يعني مشاريع استشهادية جيش عقائدي يختلف كثيرا، وهذه النقطة تميزه وتفوقه في الميدان يعني على عكس الجيش أو جيش الكيان الصهيوني الذي يأتون به مرتزقة وغيره. هو حامل روحه على كفه يعني، فأكيد هو مصير. أعتقد أكو يعني قبل استشهاده بعشرة أيام نعم يمكن تصوير فيديوي يعني يتنبأ أو يؤكد أو يصرح بكل العناوين أنه سيكون شهيدا. نعم. وهذا حقيقة هو كما قلت يزيد يعني هذه الجهات وهذه الأحزاب قوة وإصرار وعزيمة. هنيئا له لمثله تكون الشهادة. نعم المستشار القانوني يعني يضيف لهم قوة، لا يعني لا يضيف انكسار. المستشار القانوني والباحث بالعمليات والحرب النفسية الأستاذ سالم حواس الساعدي، شكرا جزيلا لحضرتك. والباحث الاستراتيجي والمتحدث باسم حزب اقتدار أستاذ نسيم عبد الله، شكرا جزيلا لحضرتك. والعميد بهاء حلال الخبير العسكري الذي كان معنا وللأسف فقدنا الاتصال به، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول إعصار ميلتون في ولاية فلوريدا الأمريكية. نتابع. مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.